بسم الآب والابن والروح القدس آمين. وحشتونا جدا جدا، وصلي إن الأيام تقرب أكتر ونقابلكم بالوجه. وآخر سنستي مسيح قام حقيقة قام، وأتمنى لكم أيام مفرحة في الخمسين. ودايما أفتكر الأبواب مغلقة، جاء يسوع في الوسط، جه بقيامته، جه بفرحه، جه بسلامه، جه بإرساليته، جه بتطبيقه، جه بإكماله لكل ما كتب عنه في العهد القديم، لأن هو مشتهى الأمم. جه اللي قال لهم ينبغي أن إبن الإنسان يتألم ويقوم في اليوم الثالث، جه وفتح قدام تلاميذه وقدام الكنيسة العهد القديم بكل ما فيه، وفتحه بإشراقة وجهه، بإشراقة حضوره، فتحه بتفسيره للإنجيل والعهد القديم عن نفسه، أنه هو هدف الإنجيل. أفكركم بالآيات اللي تكون دايما محورنا عندنا الكتاب المقدس أو عهدين بالذات. يسوع ابتدأ يفسر الأمور مختصة به في كل الكتب من موسى والأنبياء والمزامير. والحاجة التانية، فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. احنا اخدنا وقت الصيام الكبير اربع شخصيات، اخدنا شخصية نوح، واخدنا شخصية ملك صادق، واخدنا شخصية يوسف، وشخصية موسى النبي. طبعا يعني الكم الشخصيات كتير، وكان نفسي نعدي على كل واحد اكتر من كده، لكن اترك الباقي ليك انت وربنا. لما تفتح في اللي اتكلمنا فيه ده تقدر تاخد من ربنا اكتر، يكشف لك اكتر. تاني هقول مش في عقلك لكن في روحك، ولو كشف في روحك هيتحول ده لصلاة، والصلاة هتنقل حياة الله ليك بالروح القدس المعطى لنا. انا هرد اتكلم على داود النبي وداود وشخصية يسوع، ربنا يسوع المسيح. أنا مش طبعا أعتقد حلقة واحدة مش هتكفي على داود النبي، لكن نفسي قبل ما أتكلم على داود يعني أحط محطات في العهد القديم عشان وإحنا بنقرأ نبقى في إحنا في أنهي سكة بالظبط. العهد القديم اللي بين إيدينا 39 سفر بحسب الترجمة اللي موجودة معانا، لكن كنيستنا بتعترف ب 46 سفر، بنقرأ منهم أجزاء كتيرة في أسبوع الألام زي يشوع بن صراخ، وزي يهوديت وطوبيا، وزي المكابيين، وزي تتمة دانيال. احنا بنقرأ الكلام ده عشان خاطر نقول إن الله كتاب موحى به كله، والكنيسة اعتمدت في الحتة دي على الترجمة السبعينية اللي فيها أقرت الأسفار اللي احنا قلناها. لكن هنمشي باللي احنا عندنا 39 سفر، هنقسمهم خمس أقسام زي رقم التليفون كده 5 12 5 5 12. أول خمسة هم أسفار موسى الخمسة، أو التوراة، أو الشريعة، أو الناموس. كل ما يذكر التوراة أو الناموس أو شريعة أو شريعة موسى يبقى بيتكلم على أول خمس أسفار اللي هم تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية. بعد كده في أسفار تانية، المجموعة التانية 12 سفر اللي هم بيسموا أسفار تاريخية، بيحكوا تاريخ الشعب من بعد ما خرج من أرض مصر ودخل أرض الموعد إلى السبي والرجوع من السبي. والأسفار دي بتبدأ بسفر يشوع، وبعدين قضاء ورعوث، وبعدين صمويل أول، صمويل تاني، ملوك أول، ملوك تاني، أخبار أيام أول، أخبار أيام تاني، عزرا، نحمية، أستير. 12 سفر بيحكوا تاريخ مملكة أو شعب الله في أرض الموعد، وما حدث فيه من تقسيم وانقسام المملكة. وبعدين عندنا أسفار خمسة تاني، أسفهم أسفار شعرية مكتوبة بالشعر، كانت بتستخدم في العبادة، أيوب ومزامير ونشيد الأنشاد والجامعة وسفر الأمثال.
بعدين عندنا أصفار أنبياء من سفر أشعياء لغاية سفر ملاخي، قسموا مجموعتين، 5 أنبياء كبار و12 أنبياء صغار. والخمسة الكبار مش لأنهم كبار مقاما، لكن إن حجم النبوة وقت النبوة أكبر، هما أشعياء وأرميا ومراثي أرميا وحسقل ودانيال، والأنبياء الصغار اللي هما من هوشع إلى سفر ملاخي. الأنبياء اللي احنا اللي في العهد القديم تنبأوا على الشعب في أصفاره أو في حياته التاريخية في الأصفار التاريخية. يعني عشان أقرأ مثلا سفر أشعياء وهو بيقول مثلا في وقت ملوك إسرائيل حزقية وأحاز، لازم أرجع أقرأ اللي حصل في الفترة دي في أصفار الملوك وأخبار الأيام الأول والتاني. عشان كده نفسي النهاردة يعني وإحنا بنقرأ في مرحلة داود النبي، مرحلة داود النبي كانت مرحلة من انحدار إلى يعني نهضة ويعني رخاء روحي. إيه اللي حصل؟ يشوع دخل أرض الموعد، قسم الأرض، وارتبطت أرض الموعد بحاجتين. أول حاجة الامتلاك، وشرط الامتلاك هو طاعة الوصية. دول حاجتين مهمين جدا. أن رب قال لهم كل موضع تطأوا بطون أقدامكم لكم أعطيته، ده يشوع واحد. لكن قال لي يشوع تشدد وتشجع وقال له لا يبرح سفر الشريعة من فمك، تلهك فيه نهارا وليلا ولا تحيد عن يمينا أو شمالا، حينئذ تفلح وحينئذ تنجح في كل طرقك. وهنا الله حط الشرط الامتلاك، طاعة الوصية. هو نفس الشرط الأساسي في علاقتنا مع ربنا. إذا كنا عاوزين الله يملك في حياتنا أو نمتلك في الله، في أرض الله، في ميراث الله الذي لا يفنى، هو طاعة الله. من يحبني يحفظ وصاياي. الأرض كمان كان فيها حروب، بس حروب انتصار. بعد ما يشوع مات وفي آخر يشوع واحد قال لهم الوصية، قال لهم لا تستطيع أن ترضوا الله والبعل، وقال لهم من فضلكم اعبدوا الله في الوصية طاعة، وقال أيش أما أنا وبيتي فنعبد الرب. مات يشوع، ويشوع قائد حل محل موسى. لكن بعد موت يشوع حصلت كارثة كبرى في سفر القضاء. سفر القضاء عبارة عن دايرة، الدايرة دي هي أن الشعب لا يطيع الوصي، فالله يسلمه ليد الأعداء فيصرخ الشعب، يجي قاضي أو مخلص يخلص الشعب، وبعدين يعود الشعب مرة أخرى ويبعد عن وصايا الله. إيه المحور بتاع بعد عن وصايا الله؟ حاجتين أنا مسفر القضاء. أول حاجة قال كل واحد فعل ما يحسن في عينيه، يعني كل واحد ماشي بدماغه، اللي هي بالضبط كلنا كان من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه. وده الحقيقة يعني مشابه قوي للوضع الحالي اللي احنا ممكن نكون فيه، انه كل واحد بيعمل اللي هو عاوز رغم انه بيصلي لتكن مشيئتك. عاوز مننا مراجعة عن سفر القضاء ونشوف ازاي الله رغم ان الشعب كل واحد فعل ما يحسن في عينيه، اللاوي والانسان والكاهن والقاضي. حاجة كمان ان الشعب ارتبط ب الآلهة الغريبة من الأمم اللي حواليه، ودي خطورة الامتزاج بقيم مجتمعية وعادات مجتمعية تؤثر على العلاقة مع الله. يعني الشعب فضل، الله قال له اطرد الشعوب دي وما لا تصاهرهم، ده ما حصلش. في سفر القضاء واحد هنلاقي لستة، ولم يطرد سبت أشير كذا، ولم يطرد، كلهم ما طردوش الأمم اللي كانوا تخفوا، مش تخفوا كمان، هم طلبوا كل الوسائل عشان خاطر كلهم علاقة مع الشعب.
زي ما كده واحد يقول انا مصلحتي يعني لو سمحت خليك عندي شوية، عندي حاجات حلوة اشتريها مني، وهو في ضمن الحاجات دي عاوز يتسلل الى الشعب ويخرب الشعب ومقادسه. سفر القضاء انتهى، لكن في وسط سفر القضاء في قصة جميلة جدا، قصة رعوث، اسيبها لكم تقروها. بدأ سفر صمويل بانتكاسة. ايه الانتكاسة؟ انه اولا بدأ بصلوة وطلبة وتحقيق الطلبة، صلوات حنة وتحقيقها في صمويل النبي. انتكاسة كانت انه في خطية موجودة من اولاد الكهنة، حفني وفنحاس، وعالي الكاهن كان يدري بكده لكن ما خدش اجراء. يقول الكتاب في صمويل اول 3 انه وقبل ان ينطفئ سراج الرب، السراج اللي المنار اللي كانت جوه، يقول لم تكن رؤية كثيرة. كان العلاقة بين الله والشعب كانت رايحة جاية، ما كانش فيه علاقة، اتقطعت بسبب الخطية. طب الله حيسيب الشعب كده؟ لا، الله دعا صمويل، وقصة معروفة ان الله كلمه 3 مرات، وطلع صمويل في الجو الموبوء ده، عارفين انه حنة حطته في الهيكل عنده 3 سنين. انا بستعجب ازاي واحد طفل بيكبر في مجتمع يعني ديني كان قاعد في الهيكل لكنه يحتفظ بنقائه وقدسته ورؤيته الجميلة لله. على الحقيقة ده مش مجهود من بس صمويل، لكن ده يمثل أو يمثل لنا عظمة الله اللي قادر يوصل وقادر في وسط الفساد يحفظ أولاده. يقول الكتاب يعلم الله الذين هم له. صمويل يقوم ويعمل نهضة عظيمة جدا، يستعيد بها طابوت العهد بعد ما قعد 20 سنة مع الفلسطينيين. لكن الشعب يطلب طلب غريب جدا، قالوا له عاوزين ملك. فالحقيقة صمويل ضايق جدا وصلى لربنا، ربنا قال له لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا. هما قالوا عاوزين ملك كباقي الأمم، رجعوا بصوا برضو علي حواليهم تاني، وكأن ملك الله وكأن وصايا الله وكأن إن الله يكون ملك علينا، لا مش عاجبنا، أنا ملك نفسي، أنا عاوز ملك. فالله قال له حاضر اديهم ملك. واختار الله مع صمويل شاول، وشاول كان بدايته رائعة لكن نهايته كانت مؤسفة. شاول بدأ بداية جميلة جدا، لكن أول ما شاول ابتدى يختار لنفسه حصلت المشاكل. والله في وسط تعب شاول وتعبه لأمته للناس، الله قال أنا رفضت شاول، وقال لصمويل روح امسح واحد تاني، كان داود. وداود بقى قصته في صمويل الأول وصمويل الثاني هي شادو أو زي ظل لشخصية الكامل اللي ليس له مثيل بين الآلهة، اللي قال من تشبهونني، بماذا تشبهونني؟ يسوع المسيح، كمال الجمال والعز والجلال. النهاردة هناخد معاكم بقى بالراحة كده مقابلات بين داود وبين شخصية ربنا يسوع المسيح. فكركم ان ربنا قال في العهد القديم فتشته فوجدت قلب داود عبد الذي يفعل كل مشيئتي، وده امتياز ربنا خاص بي داود وخاص بي كل واحد فينا عاوز ياخد قلب الله انه يصنع كل مشيئته. ولما بنصنع مشيئة الله، طاعة الله، مشيئة الله اللي في يسوع المسيح بتكون لينا. عشان كده نفسي النهاردة هناخد مقتطفات من حياة داود، مواقف معينة، شهود معينة، وأعتقد هتاخد مننا مرة والمرة الجاية كمان نكمل فيها.
أول حاجة إن داود ولد في بيت لحم، يقول عنه إنه يسأل بيت لحمي أبو داود. قل سيد المسيح ولد في بيت لحم، ولد لكم، الآية بتقول كده، في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وأنت يا بيت لحم لست الصغرى. فنفس المكان اللي اتولد فيه يسوع المسيح اتولد فيه داود. الحاجة التانية، كلمة داود معناه اسمه معناه المحبوب، المحبوب. ويمكن يعني لما نقرأ قصة داود تحس انه ما كانش محبوب من اهل بيته، لكن كان محبوب من الله. يعني لما بنقرأ في صمويل الأول، لما صمويل ربنا قال صمويل روح بيت يسأل بيت لحمي عشان خد تختار منه واحد. تخيلوا معي حضراتكم كده انه قداسة البابا مثلا قرر يزور عيلة منكم، فاعتقد انه لو البابا انا جاي لكم العيلة كلها هتكون موجودة، وفي ترتيبات وفي يعني احتفال، البابا جاي. صمويل كان مكرم وكان رايح البيت ده، ولما كان صمويل يروح مكان ناس كلها كانت هيعمل ايه، لانه ده نبي الله، ده المعلم بتاعنا. لكن ده صمويل لما راح البيت ويسع عد او قدامه اولاده، ربنا قال له ولا واحد من دول. قال له في حد ناقص؟ قال له في واحد مرمي في الحقل. فما كانش يعني داود في بيئة مشجعة في بيته، كان شبه مرفوض أو مهمل. وحتى لما جه عشان خاطر يقول لهم يطمن عليهم وقت الحر مع فلسطين أيام جولياط، وقت جولياط، قالوا له إيه اللي جابك هنا؟ أنت سبت الغنم ليه؟ ففي انتقاص وفي يعني تقليل منه، لكنه كان محبوب. محبوب منين؟ من بابا الكبير، بابا السماوي. وربنا يسوع المسيح أهل بيته، عشرته، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لو أنت بتعدي في الظروف دي ساعات، ظروف مؤلمة، داود يقول لنا الحل، اوعى تسيب طاعة الله، اوعى تسيب مشيئة الله ووصايا الله. داود كان عنده منطقة بيتأمل فيها، وأنا الحقيقة يعني محتاج مع حضراتكم نبص فيها. سفر المزامير إصحاح 119، مزمور بنصليه في خدمة نص الليل. المزمور ده ما رح ناخده لوحدنا كده، ربنا يدينا وقت. يعني تحفة 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 صلاة وتمحور تأملها شريعة الله. يعني داود كان عنده بس الخمس أصفار الأولى، هم دول اللي كانوا عنده أدوات عبادة. لكن يقول لكل كمال رأيت حدا، أم وصاياك فواسعة جدا. يقول بكل غنى أتأمل في شريعتك، ويقول له شريعتك جعلتني أحكم من أعدائي، ويقول له فتح كلامك ينير عقل الجهال. كان عنده الشريعة اللي كانت بتبين حب الله لي، وهو مدام محبوب من الله وفي مشيئة الله يبقى هو المحبوب. تعال نبص على ربنا يسوع المسيح. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ويقول في أفسس واحد أنه أنعم بالنعمة لينا في المحبوب. هو ده المحبوب الأعظم اللي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه. يبقى أول حاجة مكان الولادة، تاني حاجة الاسم نفسه معنى المحبوب، تالت حاجة إن داود كان علاماته يعني شكله كان حلو، كان أشقر مع حلاوة العينين. وطبعا يعني مع كل الفرق بين حلاوة برة وحلاوة جوة، لكن داود قال على المسيح في المزمور أنت الأبرع جمالا من كل بني البشر. ويقول واحدة سألت أسكن في بيت الرب لكي أتفرس في جمال الرب. ف
الأبرع جمال من كل بني البشر هو ربنا يسوع المسيح. يمكن يكون داود له صفات جميلة برة وجوة، لكن له أخطاء وله سقطات، لكن الأبرع جمالا الوحيد اللي مفهوش عيب ربنا يسوع المسيح. ودايما أقول المثل العربي نقوله ببسيط كده، من جاود السعيد يسعد. لما تقعد مع الأبرع جمال يجملك هو بجمالاته. في تانية بتقول كده، جملني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء. فداود كان بيقعد مع ربنا كتير وكان بيجمله، كان بيديله في ترانيمه وفي كلامه وفي أرود أفعاله جمال الله. يا ترى إحنا اللي في العهد الجديد، هل فينا وهل بنسعى ناخد نكون فينا جمال الله، جمال الله من جوانا، جمال زينة الروح الوديع الهادئ؟ الكتاب يقول لا تكن زينتكن من الضفر والشعر والحلة من برة بس، بل زينة الروح الوديع الهادئ. الله عاوزك تكون من برة حلو، لكن يهم أكتر تكون من جوة كمان شايل جمال ربنا يسوع المسيح. داود كان جميل من برة ومن يمكن من جوة كتير، لكن تعالوا نبص على يسوع المسيح كده، لم يوجد في فمه غش، لم يوجد في فمه غش. كان لا أحد يسمع صوته في الشوارع، لا يصيح، وكان وديع متواضع القلب، وكان جميل وبأبرع، وهو بيحب الخطاة ويجلس مع الخطاة ويأكل معهم. رابع صفة في داود أنه كان راعياً للغنم، ومشهور طبعا المزمور الرب راعي فلا يعوزني شيء. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. ويمكن ربنا يسوع المسيح قال في يوحنا 10 أنا هو الراعي الصالح. ولازم أقف هنا شوية، لأنه رعاية الغنم فيها تدريب، وفيها يعني في شخصية الراعي صفات كتيرة قوي قوي عملها داود، لكن اللي أكملها لينا يسوع بنا يسوع المسيح. هقول كم آية يمكن تربط بين الاثنين. أولا الراعي لازم يكون يعرف خرافه، لازم كل راعي يعرف خرافه كويس قوي. وزمان كانوا قبل ما يكون في أختام على الخراف، كان في كل راعي له نغمة صوت أو نداء، الخراف بتعرف إن ده الراعي بتاعها. وكان الخرفان الراعي ممكن يسميها بأسماء. تعال نشوف يوحنا 10، ربنا يقول كده يعرف خرافه الخاصة بأسماء ويدعوها، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. وداود كان عارف خرافه، وزي ما ربنا يسوع المسيح يعرف كل واحد فينا. يمكن داود عارف خرافه من بره، يشوف الأعرج والكثير واللي عنده مرض، لكن رعينا الصالح يعرفنا من بره ومن جوه، يعرفنا كويس قوي قوي، مفيش تفصيلة بعيدة عنه. حاجة تانية كمان في الراعي، عصاية الراعي، العصاية ليها جزء معقوف كده، الجزء الأولاني يشاور بيه، والجزء التاني يجيب بيه الخراف اللي بتضل. في جزء معقوف كده منحناء يقدر يجيبها فيه، ويقدر كمان يتكئ عليها، عشان كده قال عصاك وعكازك هما يعزيانني. وربنا يسوع المسيح هو المرشد لينا، هو قائدنا، زي ما قال الكتاب راعي الخراف الأعظم، هو ده. وهو كمان اللي برعايته بيؤدب خرافه. ومش بس كده، كمان في الراعي
داود كان بيدور على الخراف في الضلة أكيد، وما كانش غريب أن ربنا يسوع المسيح يقول من هو منكم وهو راعي وله 100 خروف وضع واحد، ألا يترك 99 ويذهب إلى الواحد ومتى وجدوا يحملوا عليك على منكبه. تطبيق جميل أن المسيح هو الراعي الصالح اللي لا يعصر عليه فقدان أو بعد أي خروف. الرب وراعية يفضل ورايا، يفضل ورايا ويستخدم كل الطرق عشان يجيبني. حاجة كمان في الرعاية، الحماية. قال داود وهو بيقول لهم أنه هيقدر على جولياط، قال لهم قتل عبدك الدب والأسد. أنتم متخيلين معايا إزاي شاب صغير يضحي بنفسه وياخد قوة أنه يدفع دب وأسد عشان ما حدش فيهم يقدر يختطف خرافه. ربنا يسوع المسيح قال آية في يوحنا 10 رائعة، خرافي في يدي، خرافي في يدي ولا أحد يقدر أن يخطفها من يدي. يسوع المسيح الراعي اللي قدم نفسه عننا هو الوحيد اللي يقدر يضع كل مكايد إبليس ويحفظ أولاده من مكايد إبليس. عشان كده لما إبليس بيحاول يحط في شعب الله مخاوف وإشاعات وأخبار سيئة، المكان الوحيد هي يد الراعي، ده المكان الوحيد. خرافي في يدي، طب لو الخراف وقعت من إيده بإرادتها هيفضل وراها، بس وهي برة إيده هي معرضة لكل شر إبليس. خرافي في يدي، يسوع الراعي وداود الراعي. وداود في رعايته كمان للأغنام صبر، صبر. معروف أنه الخروف حيوان مش ذكي، فيصبر على الخروف، يصبر عليه. وزي كده مراعينا الراعي الجميل هو اللي بيرعانا بصبر بطول أناء. قال له كده في مزامير، يا راعي يوسف كالضأن، يا راعي يوسف كالضأن. يقول نحن شعبك وغنم مرعاك. تحنن، خليك يا رب. هو دايما كده طويل الأناء، كثير الرحمة، رؤوف ومتحنن. ها كمان في الراعي أنه يهتم بغذاء قطيعه. وداود أكتر من مرة كان بيرعى شعبه، مش بس رعاية لكن الأكل. نقرأ في أكتر من موضع أنه إداهم أكل فرحهم واهتم بأكل الشعب وهو ملك، زي ما كان بيهتم وهو راعي. إحنا برضو كده، يسوع المسيح هو الراعي اللي بيغذي حياتنا. جسدي هذا كلوه ودمي اشربوه، جسدي ودمي. أنا الغذاء بتاع الشعب، أنا الكرمة وانتم الغذاء. الراعي بيهتم زي ما قال داود في المزمور، إلى مياه الراحة يأخذني، إلى مراعي خضرة، وإلى مياه الراحة يأخذني. هو كده ربنا دايما لما تفتح كلمته، لما تقعد معه يرعاك ويأكلك كراع يرعى قطيعه وياخد باله من الحملان ومن الصغيرين. يا ترى ربنا بيرعاك حسب رعاية الله ليك؟ طبعا الرعاية المادية احنا كلنا يعني عندنا القلق من الحتة دي، لكن بص الكتاب لما قال هذه كلها تطلبها، اطلبوا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تعطى لكم. داود الراعي والمسيح الراعي بكل الصفات الجميلة اللي عملها داود واللي تممها لينا بغنى ربنا يسوع المسيح. حاجة كمان، طبعا الموقعة الكبيرة، موقعة داود
وجولياط. بس قبلها في نقطة لازم أقولها، إنه داود من سبط يهوذا، وسبط يهوذا هو اللي جي منه برضو ربنا يسوع المسيح. تعال نشوف موقع جولياط وداود، موقعة الصليب. موقعة جولياط وداود في اللي هي في صميل أول 17، خوف شاول والشعب من جولياط ومن الفلسطينيين، لأنه الفلسطينيين كانوا أقوياء وكان عندهم ابتكار في الآلات الحربية. يعني لما تبص على شكل جولياط لابس درع حرشوفي، حرشوفي يعني زي رئات كده ورا بعض ورا بعض، وخوذة، وحامل الترس، ويمكن شعب الله ما كانش عنده الأسلحة دي. يمكن الشعب فكر انه يخل انه يدافع عن نفسه بأسلحته، لكن داود كان عنده سلاح تاني. انت تأتي الي بسيف ورمح، وانا اتيك باسم رب الجنود. وهنا لازم نقول انه اسم يسوع المسيح مرعب للشيطان، مرعب، لأن اسم يسوع مش اسم منطوق، لكن اسم فاعل وحاضر. يعني لو أنا فعلا في شخص يسوع المسيح، متمسك بإيمان بربنا يسوع المسيح، محاربات الشيطان علي لما بأنطق اسم يسوع بقوة وبعلامة الصليب بتزول. احنا قرينا كتير عن أم أنطونيوس اللي كان برشم الصليب بشياطين بتذهب عليه، تذهب منه. هقول حاجة حلوة سمعتها قريب، القلب الحار، القلب الحار السخن، يعني زي واحد زي حلة كده على النار. الحلة على النار اللي فيها دايما بخار واوة، ما تلاقيش دبان يجي عليها خالص، ان الدبان يخاف من الحرارة. فالشعب كان رغم انه كان شكله باين، كان ما كانش عنده حرارة مع الله. ده كان عنده حرارة دي، كان عنده الحرارة دي. وطلع داود وهزم جولياط وضرب بالحجرة الصغيرة دي وقطع رقبته. المسيح قال كده، رأيت الشيطان ساقطا، وقال نسل المرأة اتحققت، يسحق رأس الحية. يقول كده إبليس قسمكم يكون كجسد زائر ملتمسا من يبتلعه، لكن يقول قومه راسخين في الإيمان، ويقول اخضعوا لله قوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس يهاجم بس عند اسم الله وعند حضور الله يرتد وممكن يخبط خبطات، لكن لا للهلاك استحالة. أنا أطلب من كل واحد فينا النهاردة يقرأ تاني جولياط صميل أول 17، ويشوف الحرب النفسية اللي كان بيسببها جولياط في نفوس الشعب، في نفوس وفي نفس داود، لكن نفس داود كان عندها الحل. زي ما يسوع المسيح كده قال الشيطان في تجربة على الجبل، اذهب عني يا شيطان، وكان عنده السلاح المكتوب. واه يا احبائي تاني، وحقولها للمرة المليون بنقولها، الشيطان قالوا المسيح عنه ابو الكذاب وابو الكذاب. ايه اللي يقف قدام الكذب؟ الحق. ايه هدف كلمة الله؟ ان حق الله يكون فيك يسوع المسيح. كلامك هو حق، وقال يرشدكم إلى جميع الحق. والحق مش منطوق، الحق حاضر بحضور الله في قلب الإنسان في يسوع المسيح. فرغم أنه داود شاول والشعب كانوا شايفين الرؤية صعبة جدا، لكن رؤية داود باسم رب الجنود شافت النصرة، وقطع
داود راس جوليات، زي ما يسوع المسيح قطع رأس الحية وقطع كل ما لإبليس من قوة علينا. تقول لي طب اما ليه بيحصل؟ انت بتتحارب وانت متحصن، فالحرب جاية على الحصن وعليك، فأجي تحارب وانت مش متحصن. عشان كده قال البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد إبليس. أفسس أصحاح 6 من أول عدد 10. فيا ترى إحنا في حربنا بنحارب بإيه؟ ويقول كده اسم رب الجنود يهوى صباؤوت، اللي هو بنقوله في القداس قدوس 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 رب الصباؤوت، الجنود، مش جنود الأرض، لكن جنود مين؟ السماء والأرض كمان. إحنا معانا على أجناد الشر الروحية، معانا أجناد الشر، أجناد الله السماوية، ومعانا الله موجود فينا كمان وحاضر بينا. إذا كنت في حرب، إذا كنت بتتحارب، كلنا بنتحارب، أدعوك تقرأ ملوك الأول صميل أول 17، أدعوك تقرأ تاني التجربة على الجبل، لأن يسوع المسيح في جبل التجربة سلم الكنيسة، سلمها بنفسه أدوات النصرة. ها كمان أقولها على داود، حاجتين كمان فضلنا عشان وقت حضراتكم. أول حاجة إنه تاني أو خامس حاجة، داود والأرواح الشريرة. نقرأ إنه لما كان شاول بيهيج كان بيجيب داود بالعود، ولما داود يرتل الأرواح الشريرة تخرج. وأنا بستعجب الحقيقة على ال 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 إن الله إزاي وسائل الله دايما وسائل بسيطة جدا. الله لأنه قوي جدا يستخدم حاجات بسيطة، لأنه مش عاوز يظهر إنه قوته بس بالحاجات الكبيرة القوية. فداود كان بيقف ويغني ويرتل ويصلي، تفتكروا كان بيقول إيه؟ عشان أرواح أنا، عشان الهياج بتاع شاول ده يعني يتهد كده. كان بيكلم الكبير صاحب السلطان، كان بيكلم اللي له سلطان على كل الأرواح. وبدل ما كان بيبص على هياج داود، كان بيبص على وجه ومحبة وجمال الله. ودي الحقيقة نقطة مهمة في حربنا. انت مش مهمتك انك تبص على الحروب، مهمتي ان انا ابص على يسوع المسيح واتملي اكتر. التركيز مش على الحرب، التركيز على الكبير. كبير كتاب يقول الحرب للرب، يقول كتاب هو داود الرب يحامي عني، ان قام علي جيش في هذا انا مطمئن. فداود سلمنا المزامير كأداة والترنيم والتسبيح كأداة لكبح جماح الأرواح الشريرة. تعال شوف ربنا يسوع المسيح كان يشفي كل مرض وكل ضعف ويخرج الأرواح الشريرة. إذا كان داود هدى شاول، فيسوع المسيح بالروح أخضع كل أرواح الشريرة تحت قدميه وتحت أقدام كنيسته. ياما إبليس في الأيام دي بيحاربنا بحروب اكتئاب وإحباط وتذمر وعدم رضا وغضب، كل دي أفكار لكن ليها أرواح بتغذيها. نعمل إيه إحنا؟ ناخد من روح الله اللي فينا. عشان كده يقول في كولوسي 3 آية جميلة، لتسكن كلمة المسيح فيكم بغنى وأنتم مترنمون في قلوبكم بمزامير وتراتيل وأغاني روحية. ياما الترنيم والتسبيح، بس الترنيم والتسبيح بإيمان. والترنيم والتسبيح يقول الكتاب طوبى للشعب العارف الهتاف، وعارف بيكلم مين. داود كان عارف بيكلم مين وهو بيرتل، وكان عارف بيقول ايه والمين، وعارف الكبير ده القوي الجبار
الحصن والترس والملجأ، إيه قدرته؟ عشان كده كان داود كان بيكسب، وإحنا كمان في يسوع المسيح بنكسب وحنكسب، والغلبة في الآخر لربنا يسوع المسيح. يطرح إبليس في بحيرة النار والكبريت، والكنيسة اللي ممتلئة بروح الله اللي هي سبعة أرواح الله في سفر الرؤيا تطلع معاه وتكمل معاه، طرح المشتكي زي ما قال في سفر الرؤيا، من يغلب يرث كل شيء. نتعلم من درس داود والأرواح الشريرة إن اسم يسوع والترنيم باسم يسوع والقوة باسم يسوع. اوعى توقف ترنيم ولا ذكر اسم يسوع المرهب للشيطان والأعوان. آخر حاجة هقولها في رحلتنا مع داود النهاردة هي موقف غريب شوية ومحتاج مننا شوية يعني برضو نظرة أخرى. يعني دلوقتي شاول، ربنا قال أنا رفضت شاول، وربنا قال لصامويل روح امسح داود ومسح داود ملكا، لكن حصلت حاجة غريبة جدا إن داود لسه عايش، وآسف شاول عايش وداود هربان من وجه شاول. يعني طب ايه يعني مدام ده شخص وحش ما تشيله يا رب، شيله خلاص. قال لا، هخلي داود موجود، هخلي داود وهو هربان. داود هرب حوالي 13 سنة من شاول، هروب، كان شاول بيتبعه عاوز يقتله، لكن في هروب شاول، في هروب داود، أنا آسف، داود طلع أحلى ما عنده، مزامير داود وهو هربان من وجه شاول، وهو متألم، وهو بساعات بيتآمر عليه، طلع منه أحلى حاجة. داود هو هربان من وجه شاول، فمرة شاول اتحط تحت رجليه، دخل المغارة لقى شاول بيستريح هو وجنوده، واللي مع داود قالوا له الرب دفع عدوك إليك، قال لهم كيف أمد يدي على مسيح الرب، وقطع طرف جبة شاول، أعتقد في صموئيل الأول 24، وقال ما أقدرش أمد إيدي على مسيح الرب، وصرخ وقال يا أبي على من خرجت؟ على كلب مثلي، على برغوت زيي. وإنت في الضغط ومعاك ربنا يطلع منك غفران، ويطلع منك محبة للأعداء، ويطلع منك صبر الألم والضعفات، ويطلع منك أحلى ترنيم وانت متألم لكن واثق في العلي. انا نفسي نقرأ، يعني اخدوها مرة كده، اقروا في سفر صموئيل الأول الحرب اللي بين داود وشاول دي، وازاي داود في أكثر من موقف أظهر معدن الله اللي فيه، أظهر معدن الله اللي فيه بحق وحقيقي، زي ربنا يسوع المسيح كده وهو متألم من بني جنسه يحب ويقف ويقول الفريسيين طلبوا يمسكوه، هو راح يشفي مرضى ويتكلم عن محبة الأعداء، أحبوا أعداءكم، وبطرس يقطع ودن العسكري ملخص ويقول له لا ما أخذه بالسيف، بالسيف يؤخذ، ويرجع ودن الراجل تاني مرة تانية، ويحذر يهوذا، ويسند بطرس اللي أنكره، ويغفر ليه وليه. يعني مش معقولة. حاجة أخيرة هقولها النهاردة في الحتة دي وأقفل على داود، ومرة جاي نكمل بإذن ربنا. آية خطيرة في سفر صموئيل الأول
تعجبني قوي الآية دي، يا رب أطلعها، بس لو ما طلعتهاش هقولها لكم. صمويل الثاني 3، آسف، عدد 1، هختم بيها النهاردة ونجمع في الآخر. كان في حرب بين شاول وبين داود، كان في حرب زي ما حضر احنا فيها دلوقتي، الحرب بين مال الله وما للعالم، في العالم سيكون لكم ضيق. تعال نبص الآية دي بتقول ايه. وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود، وكان داود يذهب ويتقوى ويثب، وبيت شاول يذهب ويضعف. كان بيت داود يذهب ويتقوى وبيت شاول يذهب ويضعف. فالحرب دي أولاد الله بيقوا، مملكة إبليس بتضعف. افتكرت وأنا بكلمكم أنه والشعب في أرض مصر كان الشعب ينمو ويزداد، ومين اللي بيتغاظ ومتضايق؟ فرعون. ربنا يدينا نكون في بيت داود، بس مش بيت داود بقى القديم، بيت داود الحقيقي، ابن داود الملك الكبير اللي أولاده فيه يتقوى. يقول كده من مجد إلى مجد، في المزمور يقول يرون من قوة إلى قوة. ليه؟ لأنهم في المسيح، لأنهم في وصايا المسيح، في محبة المسيح. وزي ما النهاية كانت إن داود ملك، ملك الأبد، ملك، عندنا واحد ملك إلى الأبد، عندنا واحد رب المجد يسوع المسيح اللي جمع أبناء الله متفرقين إلى واحد، راعي الخراف الأعظم. أقرأ لكم آية جميلة في آخر سطر العبرانيين أختم بها، وقبلها أجمع لكم اللي قلنا النهاردة. آخر رسالة العبرانيين إصحاح 13 وعدد 20. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه، بيسوع المسيح الذي له المجد والمجد الأبد الأبدين، آمين. أتمنى تراجعوا النقط اللي قلناها النهاردة بين داود وبين شخص ربنا يسوع المسيح، ونتقابل الأسبوع الجاي نكمل مع داود. ربنا معاكم، أنتم في صلواتنا وحشنا، صلواتكم لينا وفرح قلبكم، تتغنوا تتملوا، ونكون كلنا خراف صالحة للراعي الصالح ربنا يسوع المسيح. أمين.